كبيدات ديالي، صباح النور وصباح الرزق وصباح التيسير وصباح الوراد والطبيعه والزهور. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ صحتكم مزيان؟ كل شيء هاني، كل شيء بخير. كي كتعرفوا اختي على حريوده الطاقه الايجابيه، اما السلبي انا سبحان الله ما عنديش معاه. عرفتوا الكبيدات ديالي؟ جيت هنا لواحد البلاصه غزاله، هاد البلاصه في القنزه فايته خميسات وقيله بشي 20 كيلومتر، عرفتي؟ والله القسم الى واحد البلاصه رائعه، الخيمات هذاك الشيء تقليدي وداك الشيء بلدي زوين. هانتوما كي درتو اخوتي؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ صحتكم مزيان؟ كلشي هاني؟ راه ملي غندوز كلشي هاني. والله الكبيدات الا توحشتكم وحق الله. ايوا قلت نشارك معكم هاد البلاصه هادي اللي جيت ليها هنايا، تشوفوا وديو فكره. بنادم يدي فولا وبنادم يدير نص هكا ونص هكا، كي كتقول حريوده ديروا الهم في الشبكه شي يطيح وشي يبقى، حيت الا بقيتو غي لي ستريس والمشاكل والاعصاب، والله القسم الكبيدات ديالي غير غتمرضوا راسكم وصافي. اجي نجلس في هاد الخيمه يا خوتي، بسم الله. الله، انا نوريكم اخوتي، شوفوا الخيمه. انتوما شو خيمه غزاله، والله الا بلديه من داك الشي رفيع. هنا فين قلت لكم الكبيدات ديالي دايره معنا صاحبتي، انا غنوض نوريكم، غندور لكم الكبيدات الكاميرا لهي باش تشوفوا معايا المنظر وكل شيء. الكبيدات ديالي ها نتوما شوفوا هذا المنظر، واحد المنظر والله القسم الى رائع غزال. ها نتوما شوفوا هنا، ها انتم شوفوا شوفوا شوفوا، هنطلع الكبيدات فوق هذا السور هذا تايلا طحت. ها انتم شوفوا الدنيا كي دايره، شوفوا 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 غزاله، منظر رائع صراحه الله. ها انتم والله يا رب. ايوا قلت لكم الكبيدات صاحبتي قالت لي حريوده فين بغيتي ناكلو، قلت لها اختي دينا لهذيك البلاصه اللي معروفه تما في القنزره غزاله وفيها الخيمات وفيها الطبيعه. شوفوا الفران، بعدا نضربوا الرفيسه بالدجاج بلدي. اييه كيدير اخويا؟ لاباس عليك؟ بخير صحيحه مزيان، الله يحفظك الله يكبر فيك. ها انتم الكبيده تشوفوا ثاني هاد البلاصه، قال لي شوفوا 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 شوفوا. ها انتم والله الا غزاله وحق الله العظيم. ها انتم فنة، ها انتم فنة فنة صراحة الله. ها انتم كلشي قاضي الغرض، كي ايفون كيف هذا كلشي بحال بحال، كلشي خدام الخايب غير بلاش. ها انتم الكبيدات ديالي شوفوا هاد الخيمة هنا فين غنجلسو نتغداو، راه صاحبتي مسكينة كتصلي، الله يقبل لينا وليها ولجميع المسلمين. ها واحد الصديقه ديالي حتى هي جينا هنا. لبنى لاباس عليك؟ كي دايره؟ صحيحه مزيان؟ سلمي على لي فان ديالي. الله يحفظك ربي يخليك، الله يكبر بك الزين، الله يسهل عليك. ها انتوما هاد صاحبتي راه جات معايا الكبيدات، ماشي زعما راه لقيتها كاينه هنا تتقوى، راه جات معايا. ها انتوما عرفتي الصراحه منظر رائع والله القسم، تحياتي لكم اخوتي. ها انتم كبيدات كاينه تكفل الداخل زعما غزيولة صراحة الله. وجينا غير انا وصحاباتي وكاينين شي ناس لهي في ديك الجهه، والله الا الصراحه غزاله منظر رائع. الله يا ربي الكبيدات ديالي حايره مع هاد السلف اللي عندي. شحال من واحد يقول لي حريوده تنموتو عليك غير على هاد العفويه اللي فك، انا اختي راه تنموت عليكم وتنموت على العفويه وتنموت على شي حاجه بسيطه كنموت عليها، كلنا بسطاء تحت الله سبحانه وتعالى. عرفتي الكبيدات ديالي جيت نشارك معكم الرفيسه، كاين اللي كيقول حنا بالنسبه لنا الرفيسه هي اللي بالحرشه، انا غنشاركها معكم. وكاين النواحي ديال كازا وداك الشيء بحال نسبنا، كاين نهار قالوا لي حريوده راه درت لك الرفيسه ملي مشيت لقيتهم مرشوش، حنا كنديروا الرفيسه بالحرشه والمرشوش كنديروه بالمسمن،
وهما كازا كيديروا المرشوش هو اللي كيقولوا ليه رفيسه. المهم ما نطولش عليكم الكبيدات، خليكم تشوفوا معايا كيفاش كان نصاوبوا الرفيسه ديالنا. هاي وصلت الصديقه ديالي وجينا حنايا هنايا، خليكم معايا. بدا كيجي الحر بدا الجوع، السكر والجوع ما كاينش. الكبيده ديالي ها نتوما الرفيسه الاصليه الخميسيه. دابا راه الرواطه بالدجاج البلدي وكلشي، وكنحيدوا الدجاج وكنحيدوا ديك الثومه والحلبه وداكشي، وكن نخشيو الرفيس سميتو الحرشه في وسط الروه. ايوا وكنبقاو نديوها ونجيبوها حتى كتفزق لينا ديك هذا. هانتوما الكبيده ديالي ها هو، كنحيدوا دابا هادشي ياك، وكنخليو شويه ديال الروه وكنفزقوا هذيك. ايوا وهاد التزيين خليكم معايا الكبيدات ديالي حتى هذا المسخن. واجيو تغداو معايا الكبيدات ديالي، مرحبا بكم. الكبيدات ديالي هالشكل النهائي ديال غير كولوا كبيدات، غير كولوا، غير هزوا وديروا في ماسكم. هذا هو الشكل النهائي ديال الرفيسه الزموريه، الرفيسه الخميسيه. رقيه شكرا لك كبيده، صحه العراضه الزوينه بحالك. مرحبا بكم اصحاباتي واهلياتي واصحاباتي. انتما الكبيدات دابا عرفتي علاش مازال ما درت الكبيدات ديالي من بعد هذيك الرفيسه اخوتي ما شهيتكم فيها ياك غزاله. جيت عند هاد الكسكوتات، هاد البوكوصات، هادي بنت تيفلت وهادي بنت سيدي سليمان. وحريده خميسه تيفلت كادير كما سماني الله يذكره بخير لومبيلونس الدوري. هاد المغرب كامل الله يحفظكم اختي، الله يكبر بيك لاله يخطيك. كيفاش الرفيسه؟ جات غزاله والله القسم زوينه. قصريه واحده اخرى في خميسه. مرحبا اجيو عندي ندير لكم الرفيسه ولا كسكسو، نديرو كسكسو والله القسم. مرحبا بك والله الا مرحبا بك ومرحبا الناس ديالك. مرحبا الله يحفظكم. مرحبا بكم في القهوه، القهوه ديال كنزره معروفه. تبارك الله داك الشيء تقليدي وغزال ويعجبكم. تبارك الله عليك. أنيسة لالا حيودة، لالا حيودة غدا بينا رقية. الكبيدات ديالي من بعد ما نتوما مالين الخير اختي، الخير في ديوركم. من بعد ما صوبت لينا رقية الرفيسة، راكم عارفين دابا بنادم منين تياكل الرفيسة مع داك شوية المسخن وداك البراد والعشوب شنو كيدير بنادم؟ راه تيتسمط المراودو، ولكن حنا ما غنسمطوش. والله الا كتجي الدوخه. دابا حنا قالت لي رقيه والو حريده نوضي نديك لاك، راه تما كاينين الفلوكات وداك الشيء، نوضي نتراو شويه نديك لديك لاك. ها صحاباتنا ها ها هما. واش تركبوا ولا تهبطوا على رجليكم؟ شو الدري كاع يا عمولي؟ شو دابا اللي غيركبني؟ اشوف اش يس انعم قال لك حتى العشية، وانا دابا في نظركم مالك بدات غنبقى نتسنى الحمار حتى العشية. الكبيدات ديالي دابا جينا انا ورقية وصحاباتي، بالحق صحاباتي خافوا ما بغاوش يدخلوا، انايا غندخل انا وصاحبتي الفلوكه. قلت لها ودي واش ما كاينين لا جيليات لا والو، نطلبوا السلامه من عند الله سبحانه وتعالى، نمشيو نضربوا شي شويه دوره في اللاك في البحر ونجيو. قلت لكم انا في البحر في اللاك، لا في الضايع قنزره، لاك قنزره، لاك القنزره. اه انا جايه اوكي يكونوا الحباب الا بغاهم الله، إلا بغاهم الله. أنا هنا إلا ردي عليا هكا يكونوا الحباب، إلا هداهم الله. ما قلتش مسكينة تهضر. عندها كطيح الحجر، كاين الحجر، كاين الحجر كبير.
سميتو عبد الله. حمدا المهم ما تخافوش عليا. هاي هما بيول. ما تخافيش اما دوخي واش تعرفي شتي هذه صاحبتنا اجي نسخوط غتسلك صافي ديكي راه هنا واجي حتى انت اجي ما تخافيش شوفي راه ما غيمشيش بينا اليوم ما تقولش قلتي يا بوي وحديها بس لا بس ما قولي لي ليه بالريال شكون اللي غيسوق بيها بنت الحرام بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الارض ولا في السماء سلام على رسول الله بجدالك مازال ما سلام مع صحاباته الحوت الحوت كيكون ما كاينش هذا كيفاش يصيدوا الصياده نوضه تصيدوا الا شتو الساعيده الحرمه اللي دار غلطه قايده الله القاسم لا ضروري يجي ليا ديروا شي ليا صافي راه كنديرهم الاخرى في الفيزر راه عندي في الدار لو كان ما عرفش لا يجيبهم حتى محتياط وصافي هذا باغا تشوف تبريد مليح الهواء ديال الواد كبيده شوفي يلاه في الحي الحي الكويدات ديالي دابا حيت حنايا في هذا الوسط ديال هاد الضيعه وديال هاد اللاك هذا غنديروا واحد الفاتحه يلا عمو قرا الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين صدق الله العظيم عطينا شي فاتحه والله ينوركم امين والله يحفظكم امين ولا يبعد عليكم ولا امين والله يسركم هذا والله يخليكم ما تتمنوا